أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات شرح كتاب قواعد البيانات. في هذا الفيديو بإذن الله تعالى سوف نتطرق إلى كيفية تطبيق الشكل السوي الثالث، وهو أحد أشكال عملية أو مرحلة النورماليزيشن في قواعد البيانات. لتطبيق الشكل السوي الثالث يجب أن تكون الجداول بالكامل قد وصلت إلى الشكل السوي الثاني، أو قد تم تطبيق المرحلة السابقة والتي تسمى بـ Second Normal Form وهي بالشكل السوي الثاني. في هذا الشكل يتم التركيز على ما يسمى بماذا؟ يسمى بـ Transitive Dependency وهي الاعتمادية الفرعية. بمعنى أو بشكل آخر يتم فحص إذا ما كان هنالك اعتمادية فرعية بين حقول أخرى غير المفتاح الأساسي. في الشكل السابق، الشكل السوي الثاني، قمنا بفحص الاعتمادية ما بين الحقول الفرعية وعلى جزء من المفتاح، وتلك كانت تسمى بالبارشال ديبندنسي، اعتمادية جزئية. ولكن هنا لا نقوم بفحص الاعتمادية بين الحقول والمفتاح الأساسي، ولكن نقوم بفحص الحقول الاعتمادية بين الحقول الأخرى التي ليس لها علاقة بالمفتاح. بمعنى إذا كان هنالك اعتمادية بين حقول أخرى غير المفتاح الأساسي، يتم نقل هذه الحقول إلى جدول آخر. دعونا نقوم بشرح الشكل السوي الثالث باستخدام مثال. لدينا هنا هذا المثال لجدول خاص بالموظفين يتكون من 4 حقول، وهي رقم الموظف، اسم الموظف، اسم القسم، وكذلك موقع القسم. لدينا هنا عدة أشخاص، 2 منهما يعملان في قسم المحاسبة. بمجرد التركيز والإمعان في هذا الجدول نلاحظ أن لدينا بيانات لحقول معينة لديها اعتمادية فرعية. على سبيل المثال هنا لدينا اعتمادية ما بين من؟ ما بين موقع القسم والقسم، أي بالإمكان الوصول إلى البيانات الخاصة بالقسم من خلال البحث أو استخدام اسم القسم في البحث للحصول على التفاصيل الخاصة بالقسم، وهي كماذا؟ كموقع القسم، وإذا كان هنالك إيميل أو رقم هاتف أو أي بيانات أخرى تتعلق بالقسم نستطيع الوصول إليها من خلال الاسم، وليس هنالك داعي لاستخدام رقم الموظف للحصول على بيانات لسنا بحاجة لها كاسم الموظف وتاريخ ميلاده وغيرها من البيانات. إذن هنا لدينا اعتمادية فرعية ما بين من؟ ما بين موقع القسم واسم القسم، أي مجموعة من الحقول، يمكن أن تكون 2 أو 3 أو 4 حقول لديها اعتمادية فرعية على حقل معين يتم الوصول إليها بشكل مباشر أفضل من ماذا؟ من المفتاح الأساسي الخاص بهذا الجدول. إذن هذه الحقول يجب أن لا تكون موجودة في هذا الجدول، ويجب أن تكون الحقول الموجودة في هذا الجدول تعتمد اعتمادية كلية بالكامل على المفتاح الأساسي الذي هو رقم الموظف. كاسم الموظف هنا يعتمد اعتمادية كلية بالكامل، وليس لديه أي اعتمادية فرعية على أي حقول أخرى، على ماذا؟ على رقم الموظف. إذن الحقول التي تعتمد اعتمادية كلية على المفتاح الأساسي تظل في نفس الجدول، بينما الحقول الأخرى غير مسموح بها بتواجدها في هذا الجدول، ويتم نقلها إلى ماذا؟ إلى جدول جديد يصبح فيه ماذا؟ اسم القسم وموقع القسم هما حقلان في الجدول الجديد، فيصبح بهذا الشكل لدينا اسم القسم ولدينا ماذا؟ موقع القسم تكون في جدول جديد. بكل تأكيد سوف عند نقل جدول جديد أو إنشاء جدول جديد ونقل بعض الحقول إليه، بكل تأكيد سوف تكون لدينا علاقة تربط هذين الجدولين ببعضهم البعض، كالشكل الموضح لدينا هنا، العلاقة ما بين من؟ الحقلين اللذان قمنا بنقلهما إلى جدول جديد هما اسم القسم وموقع القسم، تربطه علاقة one to many ما بين من؟ ما بين القسم والموظف، وهذه العلاقة تمثل ماذا؟ تمثل أن مثلا القسم يعمل به العديد من الموظفين. ويظل الحقل المفتاح الأساسي في جدول القسم يظل في الجدول الموظف. لماذا؟ لكي يصبح فورين كي أو مفتاح خارجي نستطيع من خلاله إنشاء علاقة ما بين من؟ بين الجدولين. أوكي؟ الآن لدينا مثال آخر للتوضيح، وهو مثال الكتاب. جدول الكتاب يحتوي على 5 حقول، المفتاح الأساسي المتمثل في رقم الكتاب، ولدينا العنوان
كود دار النشر المؤلف ولدينا اسم دار النشر. طبعا البيانات الموجودة في هذا الجدول هي بيانات عشوائية ممكن صحيحة. لدينا الآن على سبيل المثال المفتاح الأساسي وبقية الحقول. سوف نقوم بفحص الاعتمادية الفرعية، هل يوجد هنالك اعتمادية بين هذه الحقول ببعضها البعض غير الاعتمادية على من على المفتاح الأساسي. بالتركيز وبالإمعان نلاحظ أن ماذا؟ أن لدينا حقول ذات علاقة تربطها علاقة ببعضها أو تعتمد على بعضها البعض، كماذا؟ كاسم دار النشر وكود دار النشر. أن لدينا من خلال كود دار النشر نستطيع ماذا؟ نستطيع الوصول إلى من؟ إلى تفاصيل دار النشر من خلال اسم دار النشر أو عنوانها أو ما إلى ذلك أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بمن؟ بدار النشر. إذن أصبحت لدينا ماذا؟ لدينا اعتماديتان، والاعتمادية الفرعية عادة تكون أقرب وأقوى من ماذا؟ من الاعتمادية الأساسية على المفتاح الأساسي. إذن هذا الشكل أو هذا النوع من الاعتمادية لا يسمح بوجوده عند تطبيق الشكل السوي الثالث، أو أن الشكل السوي الثالث يمنع وجود هذا النوع من الاعتمادية الفرعية داخل من؟ داخل الجدول. إذن الحل يكمن في ماذا؟ في نقل هذان الحقلان من هذا الجدول ووضعهما في جدول مستقل تماما، يسمى على سبيل المثال في باسم جدول دار النشر. وبكل تأكيد سوف تكون هنالك علاقة ما بين من؟ ما بين دار النشر وما بين الكتاب، حيث أن دار النشر تقوم بنشر أكثر من كتاب سنويا أو شهريا أو ما إلى ذلك. إذن فهي علاقة من؟ علاقة one to many. إذن بكل اختصار أن الشكل السوي الثالث يقوم بماذا؟ بالتركيز على الاعتمادية الفرعية بين الحقول الأخرى. هل هنالك اعتمادية فرعية أو هل يمكن أن يكون هنالك اعتمادية فرعية بين هذه الحقول؟ إذا كان هنالك فعلا اعتمادية فرعية يتم نقلها إلى جدول آخر. نحن لو نقوم بالتركيز قليلا عند تطبيق هذه الأشكال نقوم بتقليل نسبة ماذا؟ بنسبة التكرار data redundancy في الجداول، حيث نقوم بعزل البيانات المتكررة في جداول مستقلة. فعند التركيز هنا على سبيل المثال على دور النشر تم وضعها وبياناتها وتفاصيلها بالكامل في جدول مستقل، ولسنا بحاجة إلى تكرار كافة بيانات دور النشر عند إضافة كتاب جديد في جدول الكتب. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالشكل السوي الثالث. نلتقي بكم في فيديو جديد حيث سنقوم بإكمال وشرح بقية مراحل عملية النورماليزيشن. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.